فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى شعب الإيمان أيضا باب في تعديد النعم وشكر وشكر النعم. روى المصنف عن عمر بن سعيد قال: قال أبو حازم: إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمة عليك نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. أوه، اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا رب. شوف: سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهنا جاء التصريح، سمعت أحمد حنبل يقول: سمعت أبا معاق النحوي يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: أظهر لهم النعمة وأنسيهم الشكر، أظهر لهم النعمة وأنسيهم الشكر. نعوذ بالله، الله يحفظنا من كل سوء. وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصي فإنما ذلك له منه استدراج. ونزع بهذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم فاجر في نعمة فإن له عند الله قائلا لا يموت، كلما خابت زدناهم سعيرا. كذا قال. وكذلك رأيت ابن وجه آخر عن أبي إسماعيل الترمذي، وروى البخاري في التاريخ عن أيوب بن سليمان بإسناده عن عبيد الله بن عمر عن نافع. وعن أبي هريرة قال: لا تغبطن فاجرا بنعمة أن له عند الله قائلا لا يموت، فبلغ ذلك ابن المنبه فأرسل إليه أبا داود الأعور: ما قائل لا يموت؟ قال ابن أبي مريم: النار كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان هذا يقول صباح مساء. وفي رواية قال: اللهم إني أعوذ بك، يقول ما قلب عمر ابن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا أو أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها، يعني عليك شكرا. وهذه أيضا فيها أمور من الأهمية بالمكان، بأنك قد تجد الفاجر وأن الله جل وعلا أعطاه ومنحه ورزقه وأكثر له في الرزق، وكلما زاد يعني في هذا الباب كلما زاد معصية زاده الله نعمة، فاعلم أن الله يستدرجه. قد قال الله تعالى: سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فقال فيها أبو معاق بتفسير عظيم جدا: أظهر لهم النعمة وأسحب منهم الشكر، أظهر لهم النعمة وأنسيهم الشكر. فتكون النعمة نعم قد ظهرت وينسيهم الشكر فيها. وأيضا عن عقبة بن عامر قال: إذا رأيت الرجل عز وجل، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وإن كان يعني أيضا في الباب يستأنس به، قال لا يغرنكم فاجر في نعمة فإن له عند الله قائلا لا يموت، كلما خبت زدناهم سعيرا. فإن الله جل وعلا يعطيهم من عام الدنيا، فتح عليهم أبواب الدنيا حتى ينسيهم يلهيهم وحتى لا يشكروا فتكون الحج عليهم فيعذبهم الله بذلك. الفوائد المستنبطة: ليكشف المرء عن حاله فينظر إن كان قائما على المعصية والله يزيد في النعيم فإن الله أراد به شرا والله لا يريد إلا خير، لكن قضى عليه، استغفر الله، فإن الله قضى عليه شرا بذنبه أو بزيغ قلبه، لأن الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعمتان المغبون فيما الناس، الصحة والفراغ. فلا يشكر الفراغ بالعلم ولا يشكر الصحة أيضا. والأهم من هذا الباب الحفاظ على النعائم حتى لا تزول بذكرها وشكرها،
ودائما يدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ويقول ذلك صباح مساء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.